الأولى قرأوا بفاتحة الكتاب وبعد التكبيرة الثالثة سبحان الله تقول اللهم لا تحرمنا أجرك ولا تفتنا بعدك واغفر لنا ذنبك. مساء الخير مشاهدي جريدة الوطن. انتهت من قليل صلاة الجنازة على الراحل محمود العرب رجل الأعمال المعروف اللي توفى أمس عن عمر ناهز 89 عاما متأثرا بمرضه بعد صراع مع المرض. يمكن زي ما احنا شايفين أو رسلنا حضركم منذ لحظة أولى توافد المئات من العاملين في مجموعة شركات الراحل وأقاربه وعدد كبير من المحبين من القرى المجاورة. الحقيقة جنازة مهيبة للغاية. يمكن دي لحظة خروج الجثمان من المستشفى إلى مسواه الأخير. يمكن الطريق اللي احنا شايفينها الآن أو الصورة شايفينها الآن هي لتحرك المعزين نحو المقابر لتوديع الرجل الأعمال الراحل وتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة. ده مسجد العربي، هو مسجد ملك للرجل الأعمال الراحل وهو اللي شيع منه جثمانه منذ قليل. زي ما احنا شايفين صورة حية لتشييع الجثمان والعدد الكبير جدا اللي مشارك في تشييع الجثمان. زي ما احنا شايفين دي لحظة خروج جثمان رجل الأعمال الراحل محمود العربي من مسجد العربي بمسقط رأس محافظة المنوفية إلى مسواه الأخير. حقيقة جنازة مهيبة وغير مسبوقة. يمكن دي أول جنازة نحضرها في الأقاليم بهذا العدد الكبير. زي ما احنا شايفين تفادى كبير وهتافات. يمكن الصوت او هتافات الناس مش محتاجه كلام بيودعوا جثمان الراحل بهتافات لا اله الا الله محمد رسول الله. هنسيب حضراتكم مع الصوره العظيمه دي، تابعوها.